السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أبنائي الطلاب. اليوم راح ناخذ التهيئة الأخيرة من المراجعة العامة للصف الثالث متوسط. راح نتكلم عن أنظمة المعادلات الخطية بشكل مختصر في ثلاثة أنظمة من الأسئلة. السؤال: حل كل نظام فيما يلي مستعملا طريقة الحذف. النظام الأول: إذا كان لدينا 5 س زائد 3 ص يساوي 12. المعادلة الثانية: 4 س ناقص 5 ص يساوي 17. نبدأ بحل هذا النظام. نلاحظ أن العوامل ليس هناك عامل مضاعف للآخر. عندي السين 4 و5، وعندي الصاد العوامل 3 وسالب 5. ناخذ الأسهل، أن نضرب المعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى 1 وهذه 2. نضرب المعادلة الأولى في 5 ونضرب الثانية في 3. هنا عامل الصاد 3 عندي، هذا هو 3، نضرب المعادلة الثانية في 3. هنا الصاد، احنا راح نحذف الصاد لان واحد منهم موجب والاخر سالب، مو مثل يعني السين اثنينهم موجب، فالافضل ناخذ الصاد نحذفه. فنبدأ الان بضرب المعادلة 1 في 5. 5 ضرب 5 س يعطيني 25 س، زائد 3 ضرب 5 15 ص يساوي 12 ضرب 5 يساوي 60. المعادلة الثانية راح نضربها في 3، 4 س ضرب 3 يعطيني 12 س، ناقص 5 في 3 15 ص يساوي 3 ضرب 17 51. نبدأ الآن بعملية الجمع. راح نجمع مباشرة لأن عندي عوامل الصاد متعاكسين، راح يكون نتيجتهم 0 إذا جمعناهم. 25 هنا بيكون جمع، 25 زائد 12 صير عندي 37 س، 15 ص ناقص 15 ص يروحوا مع بعض يساوي 60 زائد 51 111. قسم الطرفين على عامل السين وهو 37. إذا قسمنا على 37، السين راح يعطيني 3. راح نعوض هذه، نعتبرها 3. نقول الآن بتعويض، تعويض 3 في 1 أو 2، اختار 1 أو 2 بيعطيني نفس النتيجة. فنقول له 5 س زائد 3 ص يساوي 12. راح نعوض في هذه المعادلة. نقول له 5 السين طلعناها كم؟ هذه هي السين، 5 ضرب 3 زائد 3 ص يساوي 12. بيكون عندي 15 زائد 3 ص يساوي 12 بإضافة سالب 15 للطرفين بهذا الشكل. راح يتبقى عندي 3 ص يساوي 15 ناقص سالب 15 مع زائد 12 يصير عندي سالب 3. نقسم طرفين على عامل الصاد وهو 3 يعطيني الناتج صاد يساوي سالب 3 على 3 سالب 1. إذا نظام الحل بيكون نظام الحل عندي السين 3 والصاد سالب 1. هذا بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. إذا كان لدينا النظام التالي: سين زائد صاد يساوي 3، وعندي 3 س ناقص 4 ص يساوي سالب 12. راح نلاحظ أيضا نقدر نحذف الأربعة، نضرب المعادلة الأولى في 4 لأن إحدى العوامل يساوي 1، ونقدر نسويها بالتعويض زين، أو راح نحلها بالضرب. نضرب هذا في 4،
المعادلة الأولى نضربها في 4، راح يصير س ضرب 1 س ضرب 4، 4 س، ونضرب أيضا لواحد ص في 4 زائد 4 ص يساوي 3 في 4 12. راح نجمع الآن، هذه نعتبرها 1 وهذه نعتبرها 2، نجمع 1 و2 بالجمع 1 و2، 3 س زائد 4 س يعطيني 7 س، يروحوا مع بعض سالب 4 ص موجب 4 ص يساوي، راح يكون عندي سالب 12 مع موجب 12 صفر، بقسمة الطرفين على 7، س يساوي صفر قسمة 7 يساوي صفر. هذا نعتبره 3. نقول له بتعويض، تعويض 3 في 1 أو 2 أيضا، بتعويض 3 نقول له في 1 في المعادلة 1، نقول له 3 ضرب صفر على طول في هذه المعادلة ناقص 4 صاد يساوي سالب 12. هذه طبعا هذا المقدار 3 ضرب صفر يعطيني صفر، يتبقى عندي سالب 4 صاد، هذا المقدار كله بيكون صفر، أي يساوي سالب 12. فأقسم الطرفين على سالب 4 بهذا الشكل، يصير عندي الصاد يساوي سالب على سالب يعطيني موجب 12 قسمة 4 يساوي 3. إذا نظام الحل راح يكون عندي صفر وموجب 3. ننتقل للسؤال الثالث والأخير. سؤال 3، النظام الثالث، 6 س ناقص 4 ص يساوي 6، سالب 6 س زائد 3 ص يساوي صفر. هنا راح يكون بالجمع لأن عندي عدد ومعكوسة، موجب 6 س مع سالب 6، فنجمع ما يحتاج لا نضرب ولا شيء، مباشرة نبدأ بالجمع. نقول ليه بالجمع؟ راح يصير عندي 6 س ناقص 6 س، يصير عندي صفر، يروحوا مع بعض، يصير عندي سالب 4 زائد 3 سالب ص يساوي 6 زائد صفر 6. فنقسم الطرفين على سالب 1 بهذا الشكل، سالب على سالب يعطيني موجب ص، موجب على سالب، سالب 6 قسمة 1 يساوي 6. هنا طبعا نقول له 1 و2 وهذا بيكون 3. نقول له بتعويض، بتعويض 3 مثلا نقول له في 1، في 1 نعوض، نقول له 6 س ناقص 4 ص يساوي 6، راح نعوض عن قيمة ص، هنا عندي سالب 4 ونفتح قوس ونحط فيه قيمة ص سالب 6 يساوي 6، فيصير عندي 6 س سالب، هنا عندي سالب في سالب، صير عندي موجب 4 في 6 24 يساوي 6، بإضافة المعكوس الجمعي للطرفين للثابت 24 سالب 24 سالب 24، صير عندي هنا 6 س يروحوا مع بعض، 24 مع سالب 24 يساوي، يكون عندي هنا سالب 18 بقسمة الطرفين على موجب 6. إذا س يساوي سالب على موجب يعطيني سالب 18 قسمة 6 يساوي 3. إذا مجموعة الحل للنظام بيكون عندي قيمة السين، السين طلعناها سالب 3 سالب 3، والصاد عندي سالب 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.